انا من جلفة كراية هنايا بوليداتي وخدام هذه المهنة تاعي، هذا ما عنديش حاجة واحدة أخرى، هذه اللي تقديني، هذه اللي تعشيني، هذه اللي تخلص لي الكرام، والحمد لله يا ربي عايش كي الملك. في رمضان نبدأ عاد 9 الظهر، راح نصلي نرقد، ما نبداش من بعد الفطور، نفطر نجي نخدم شوية ونعاود نروح كما هذه العادة. عايش ما قليل بصح بصعد ربي كثير، قليل بصعد ربي ما يخليكش إلا عاود نقرش. تصور كيما هاك خير ما نجيب ثمن الملايين وخاطيني، هاي نقرش هاك كيما درك راه جاتني هذه السلعة، هذه السلعة نجيبها من المدية، هذه نجيبها من المدية منا، هاي جايتني والله ما عندي باش نجيبها، درك راهي بالكار والله ما عندي، قلت نخدم ونروح نجيب. بصح الحمد لله يا رب آخرتها الموت، ما كان والو، راني نجيب فيها كيما هاك بالتمرميد ونوكل وليداتي بتحب بالحلال، وخير ما نخطفها ونروح نجيبها حاجه واحده اخرى، ونصبح مكونسير ونصبح ولادي ديال المشاكل، ولادي اخزن عادي واحد راه عنده 24 سنه الحمد لله يا رب.